كثير. هي أكو قانون خاص ب يعني مال الأسلحة اللي 51 أعتقد حدد الفئات المشمولة بالحيازة والفئات المشمولة بالحيازة والحمل، نعم، وبفقرات كثيرة ومنهم المشمولين. أكو فقرة يحق للوزير الاستثناء. طيب طبعا أنا ليست مع الاستثناء. لماذا؟ كل استثناء يضعف المؤسسة الأمنية. لماذا؟ العودة إلى السياقات ننجح، نمشي وفق القانون ننجح، بحيث أنت من تفتح استثناء الواحد بعد ما يقدر توقفه. صحيح. بصراحة. ولذلك أنا صراحة من جيت ولقيت هذا العدد الكبير من الهويات مال اللي هو الحيازة والحمل، يعني رقم كثير كبير، يعني وقفت يعني 100,000 50,000 أكثر تقريبا، 150,000 يعني تقريبا بهالعدد هذا. وقفت أنا، لأنه إحنا ليش نشجع دائما؟ يعني هسه تلاحظ أطفالنا دائما يميل لها يشتري البندقية أو مسدس. ليش نشجع على الأسلحة النارية؟ ليش يعني نمشي الجيل بهالشكل هذا؟ ليش نشجع ونمنح إجازة حيازة وحمل لخارج الضوابط؟ أكو فئات معينة. بعدين خلينا نكون صريحين، حتى القانون من تم إعداده بال 2014 13 12 نزولا كان الوضع الأمني يختلف عن الآن. صحيح. أكو قاعدة وأكو داعش. الآن خلينا نخفف إحنا من السياقات. مثلا استيراد العجلات المدرعة كان أكو فالتوجيه باستيراد، من جهة وقفت أنا كان الوضع الأمني يختلف.